أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه نحن حاولنا بالأمس هذه الدعوة التي دعونا إليها وهي تأسيس علم أصول جديد نمر عليها مرارا سريعا أو مرورا سريعا أعزائي ولكنه جملة من الأعزاء قالوا بأن سيدنا لو تفتحون هذه الأركان الأربعة شيئا قليلا أنا أحاول بقدر ما يمكن وإلا البحث كما يقال طويل الذيل يعني واقعا يحتاج إلى مجموعة كبيرة من المحاضرات لبيان هذه الأصول وإلا نخرج بعد عن بحث فقه المرأة ندخل في بحث اخر ولهذا بقدر ما نستطيع اعزائي قلنا بانه هناك محاور اربعه او اركان اربعه لا بد من الالتفات اليها لكي نفهم نصا ملفوظا او كلاما ملفوظا كالقران الكريم حتى نضرب مثال المصداق حتى انه يتضح نريد ان نفهم النص القراني نريد ان نفهم النص النبوي نريد ان نفهم النصوص الوارده عن ائمه اهل البيت لمن يعتقد بانها روايات صدرت من المعصومين كما هي مدرسه اهل البيت واضح الكلام في هذا اعزائي قلنا لا بد من الالتفات الى اركان اربعه الركن الاول موجد هذا النص مكون هذا النص مؤلف هذا النص، كاتب هذا النص، عبروا كما تشاؤون. الركن الثاني اللغة التي كتب بها النص. اللغة التي كتب بها النص، اللي قلنا الركن الأول يرتبط بالمعنى المقصود للمؤلف، والركن الثاني يرتبط بالدلالة للكشف عن ماذا؟ عن مراد المؤلف. الركن الثالث أعزائي قارئ ومفسر ومن يريد فهم النص اللي قلنا بانه وهو المتلقي وهو القارئ وهو المفسر وهو الذي يريد ان يفهم هذا النص او دلاله هذا النص لكشف مقصود المؤلف الركن الرابع الواقع الموضوعي الذي صدر فيه ذلك النص يعني هذا النص هذا النص القرآني متى وجد وجد في القرن السابع الميلادي أعزائي هل الظروف الموضوعية وعندما أقول الظروف الموضوعية يعني المكان البعد الجغرافي وأنت بودي أن الأعزة يقرأوا مقدمة ابن خلدون مولانا ليعرفوا أهمية المكان والجغرافيا في فهم الإنسان ابن خلدون قبل ثمانية قرون اشار الى هذا اساسا الجافة تولد اخلاقا ماذا؟ ها؟ ولو كنت فظا غليظ القلب اصلا يولد ماذا؟ فظا غليظ القلب اذا كان المكان مكان ما هو؟ مكان جاف صحراوي اما اذا كان المكان لطيف مولانا جنات تجري من تحتها الانهار بحار انهار اشجار وجوه حسان بعد مليء من حب من دنياكم بعد الوجه الحسن مولانا ليه يروح ذهنكم الوجه الحسن يعني الا المراه وجوه الحسان مو بالضروره الا ان تكون شنو مراه الوجوه الحسان ولهذا الله سبحانه وتعالى من بينا لنا نعم الجنه اهم شيء بيناه شنو بينا مولان ها البعد الجغرافي في الجنه مو البعد المعنوي المساجد والحسيني ما ما في الجنة مساجد وحسينيات اكو مولانا شنو ها بتعبير الاخ يقول لا لطمية اكو لا اقامة اكو لا تطبير اكو لا زنجير اكو شنو اكو مولانا ها كواعب اتراب هذا نص القرآن الكريم أليس كذلك جنات تجري من تحتها انهار مولانا من اول القران الى اخر القران، تبين ان هذه الاجواء الجغرافيه لها اثر مولانا او ليس لها اثر، ها؟ الواقع الموضوعي اعزائي له اثر في النص عندما يصدر او ليس له اثر، وهذا بحث اعزائي من اهم الابحاث التي لا بد أن نقف عندها، سأقف قليلاً عند هذا البحث. يعني شنو؟ يعني هل يوجد تفاعل ديناميكي حركي بين النص وبين الواقع؟ فالواقع يأتي بالنص والنص يأتي ليوجه ماذا؟ هذا الواقع أو لا يوجد توجد بينونة عزلية بين النص وبين الواقع أو لا يوجد ما هو؟ تفاعل حقيقي بين النص وبين الواقع. اعزائي اتفقت كلمه اعلام علوم القران ان هناك تفاعل بين النص القراني، اتركونا عن النص النبوي. الان نتكلم اين؟ في النص القراني. هناك تفاعل حقيقي بين النص القراني وبين الواقع الذي جاء نزل فيه القران. يكفي ان تقف عند ثلاثه ابواب من علوم القران تفتوا جيدا الباب الاول شان النزول كثير من الايات القرانيه هسه لا اريد ان اتكلم في العدد كثير من الايات القرانيه كان هناك هناك واقعه نزلت ماذا؟ نزلت الايه يعني ماذا؟ يعني الوا... الايه تتكلم عن ماذا؟ عن تلك الواقعه تريد ان تعطي حكم او او الى غير ذلك. يعني مس, مس... آية اعزائي خصوصا فيما يرتبط بوضع النبي صلى الله عليه واله تعالوا معنا اعزائي الى سوره ماذا؟ سوره التحريم اعزائي وين صارت سوره تحس... تحس... سورة الأحزاب هو واضحة بعد في يا نساء النبي ليست لك أحد من النساء هاي مرتبطة بواقع لو مرتبطة بكليات ما أريد أقول الآية مختصة ولكن أقول هناك واقع الآيات ماذا تتكلم مسألة الظهار مسألة التحريم لما تحرم ما أحل الله لك وهذه وقائع ولهذا كتبت رس... رسائل متعددة في أثر شأن النزول في نزول ماذا؟ أسباب النزول أو شأن النزول أو أو إلى غير ذلك ولهذا إذا تذكرون فيما سبق الشيخ جوادي قال لابد أن نعرف شأن النزول ظرف النزول بيئة النزول هل كلها لها أثر في نزول ماذا؟ هذا الباب الأول صحيح لو صحيح هذا باب طرحوه مفصلا في علوم القرآن الباب الثاني الناسخ والمنسوخ لماذا انه تنزل ايات قرانيه هسه واحد او مئه ثم بعد خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنه ماذا تنسخ لماذا لماذا لم ينزل الامر من اول الامر كذلك الايه من أو... تنزل الايه الناسخه من الاول الجواب لان الواقع الموضوعي والاجتماعي والثقافي كان يقتضي اولا ثم ماذا ثم ماذا ثم ثاني فباب الناسخ والمنسوخ خير شاهد على دخول الواقع الموضوعي في تفاعل النص مع الواقع الموضوعي. الباب الثالث التفتوا جيدا، الباب الثالث باب المكي والمدني يعني انتم كي... كم تحمل كم نظريه توجد في التمييز بين الايات المكيه والايات ماذا؟ المدنيه، لماذا؟ لماذا نميز بين ايه مكيه وايه مدنيه لان الواقع الذي عاشه المسلمون في مكه يختلف عن الواقع الذي عاشه المسلمون ماذا في المدينه واقعهم في مكه قله ضعيفه مستضعفه ليس بيدها شيء اما واقعها في المدينه ماذا ها أو أمة قوية حاكمة هي تفرض العقود والعهود على الآخرين وتكلم الدول العظمى، رسول الله بعد في آخر حياته كلم ماذا؟ ها؟ الروم والفرس مولانا، هذا معناه شنو؟ ماذا حدث؟ صارت دولة قوية تخاطب الامبراطوريات في عهدها الآيات التي تنزل في العهد الأول كالخطاب الذي ينزل في العهد الثاني أو يختلف اتفقت الكلمه انه يختلف هسه ما هو وجه الاختلاف؟ نظريات متعدده هذا يكشف لك أن هناك تفاعل ماذا؟ ها؟ بين ماذا, ماذا؟ بين الواقع وبين النص ولا اتكلم عن الموجبه الكليه ولكنه فد فالدائره لا باس بها كذلك وهذا خلي ذهنك نقطه اول السطر بعد ما اريد افصل واي من ابحاث علوم القران نقطه اول وهذا هو الذي صار سببا أن يقولوا أن القرآن بطبيعته تاريخي مرتبط بماذا؟ بزمانه وقد انقضى ذلك الزمان إذن انتهى شنو؟ ها؟ شنو؟ انتهى زمان القرآن التاريخية دخلت على النص القرآني واحدا من أهم من أهم أدلة تاريخية عند هؤلاء عند المحدثين من مستشرقين ومن من؟ ومن مفكرين عرب مولانا كما سأشير إلى بعضهم مثل حنفي مثل أرغون مثل هؤلاء يقولون أنه أنتم تقولون في كتبكم في علوم القرآن أن هناك تفاعل بين الواقع وبين النص إذن كيف لا يكون القرآن ماذا؟ تاريخي هل سأتركون ماذا؟ أن تاريخيه اللغه اللغه من لغه من هذه؟ ها؟ لغه هؤلاء القوم اذا القران بدا يتكلم بلغه قومه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه هذا مدخل جديد هذا المدخل اللغوي سموه ذاك مدخل من علوم القران هذا مدخل ماذا؟ لغوي بعد مولان بعد مولان مدخل اخر مدخل أن هذا المتلقي بشر يعني منو؟ يعني رسول الله بشر فمحكوم بقوانين ماذا؟ البشر هسا افترض أنت تقول لا رسول الله فوق الزمان والمكان جيد ولكن الذين كانوا يتلقون منه القرآن ما هم؟ هذولا معصومين هذولا فوق الزمان والمكان هؤلاء فوق التاريخ الجواب كلا وهؤلاء هم نقلوا القرآن إليك ولهذا هؤلاء من أبعاد متعددة يريدون أن يدخلوا على البحث يثبت أن القرآن تاريخي بامتياز من أعلام هذا الاتجاه زين أشير إلى بعض المصادر من أعلام هذا الاتجاه بل المؤسس الأصلي له في الواقع العربي والفكري الإسلامي العربي والإسلامي محمد أرجون مولا مصر على أن القرآن التفتوا جيدا مو يريد ينفي وحيانية القرآن أبدا يقول لا الله هذا القرآن أصلا أنت تعتقد من أنزله الله جيد ولكن الله عندما انزل الايات اخذ بعين الاعتبار ماذا؟ ها الواقع هذا مو مو نفي لوحيانيه القران او للبعد الغيبي للقران او للبعد الالهي حتى نتهمه انه كافر مرتد ملحد لا يقول لا, لا منافات انا ما اريد اقول هو يؤمن بوحيانيه القران بس اريد اقول انت يمكنك ان تقبل بوحيانيه القران ومع ذلك تقبل بماذا؟ بتاريخيته لا منافاة بين الوحيانية وبين التاريخية مو مانعة الجمع كما يقولون في علم المنطق واضح صار تعالوا معنا عزيزي. تعالوا معنا إلى الفكر الإسلامي لارجون. وأنا الفكر الإسلامي مولانا الفكر الإسلامي قراءة علمية محمد أرجون أو أرجون مركز الإنماء القومي صفحه اعزائي صفحه 212 يقول اذا كانت قراءتي صحيحه واذا ما حظيت بالقبول فان ذلك يطرح مشكله حاسمه بالنسبه للفكر الاسلامي المعاصر وبالتالي الفكر العربي كما لا يزال يمارس حتى اليوم اقصد بذلك ما يلي شنو تقصد مولانا نظريتك لخصها اريد لقراءه هذه ان تطرح مشكله لم تطرح عمليا قط بهذا الشكل من قبل الفكر الاسلامي ما هي المشكله الاصليه التي تريد الا وهي تاريخيه القران وتاريخيه ارتباطه بلحظه زمنيه وتاريخيه معينه حيث كان العقل يمارس اليته وعمله بطريقه معينه ومحدده هاي الخلاصه هذا وجه خلي ذهنك هذا المورد الاول المورد الثاني اعزائي القران من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني دار الطليعة بيروت صفحة ثمانية بعد أن يذكر أنه هناك مجموعة الذين تكلموا عن التاريخية من أعلام الغرب ونقصد بذلك تأثيره على فيجو. وهريدر وديلثي وهايدغر وجان بول سارتر وبول ريكور و وما شاء الله الفلسفه الغربيه ان مجرد ذكر هذا الخط الفكري المتمثل بكل هؤلاء المفكرين الاوروبيين ونحن نتحدث عن القران بصفته وحيا يعني الكفر او الالحاد بالنسبة لكل هؤلاء المسلمين يقول بمجرد احنا تكلمنا عن هذا يقولون هذا جنو ملحد كافر ماذا تريد اقصد المسلمين الذين لا يستطيعون ان يفهموا الفكرة التالية ما هي ان التاريخية بينا بعد معنى التاريخية ووضحناها مفصلا في مطارحات في تجديد الفكر الديني الانسان الدين الـ 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 الانسان الدين في المنهج تاريخي ست محاضرات بيودي الأعزاء هناك يراجعون بعد ما أقف عندها أكثر إن التاريخية وانت الان مباشرة بتسمع التاريخ وباب هذه لعبة من لعب الاستعمار مولانا يريد يخرب ديننا هو ملتفت الى هذا يقول ان التاريخية ليست مجرد لعبة ابتكرها الغربيون من اجل من اجل الغربيين وإنما هي شيء يخص الشرط البشري البشر بطبيعته ما هو تاريخي هل أنت تقول لا هذا نبي معصوم يقول جيد ولكنه يريد أن يتكلم مع الملائكة لو مع البشر فإذا لابد أن يلاحظ أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم وما كلم رسول الله أحدا بكنه عقله قط لماذا يا رسول الله يقول لأنه لا بد أنظر إلى القابل أنا أريد أتكلم مع هؤلاء جيد يقول وإنما هي شيء يخص الشرط البشري منذ أن ظهر الجنس البشري على وجه الأرض ولا توجد طريقة أخرى هذا طريق منحصر لتفسير أي نوع من أنواع ما ندعوه بالوحي أي نوع وحي كان مسيحي يهودي رسول الله ائمه اهل البيت ما يفرق اي شيء فيه بعد ماذا تاريخي او اي مستوى من مستوياته خارج تاريخيه انبثاقه وتطوره ونموه عبر التاريخ ثم المتغيرات التي تطرا عليه تحت ضغط التاريخ ينبغي أن نكرر هنا مرة أخرى ما يلي إن التاريخي هذا المنهج التاريخي يقول صار من المسائل اللامفكر مفكر فيه بالك تفكر به هذا خط جنو ها مخط ارتدادي هذا بمجرد تصير تقول تاريخي ايش يقولون يقول شوف من ياخذ فلوس هذا يريد يدمر الفكر ارتداد هذا عماله هذه يقول ولهذا هو يخليها تحت عنوان اللامفكر يعني يجوز التفكير فيها ولا يجوز ها؟ اللام هذا من الصلاحات الخاصه بمحمد ارجوك. الاعظم يقول اصبحت مفكر فيه الاعظم بالنسبه للفكر الاسلامي لسبب تاريخي واضح جدا يتمثل في رد الفعل السني الذي حصل على يد المتوكل سنة 848 أي قبل حوالي 1200 سنة أساسا هذا الفكر العقدي الآن عند عموم المسلمين منشأه المتوكل يكون في علمكم هذا المتوكل الكذائي المتوكل ما كان أهل دين لا لأنه كانت عدة حاشية علمية قوية جدا أسست جنو للفكر السني ومن على رأس هؤلاء أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يمثل الاستشارية الثقافية للمحم... للمتوكل قلت التفتوني ولا؟ لأن هؤلاء هم مو أهل مو أهل فكر وعقيدة وكذا ولكن قاعدون استشاريات على أي الأحوال يقول وهو رد الفعل الذي أدى إلى تصفية الف... إلى آخره هذا من المورد الثاني أعزائي هاشم صالح اللي هو المترجم الأصلي لمن؟ محمد أرجون هذا الرجل أيضا في القرآن يشير إلى هذا المعنى في الحواشي التفت جيدا الحاشية صفحة 14 من القرآن عفوا الحاشي في القرآن من التفسير الموروث في صفحة 14 يقول التاريخ مفهوم التاريخية غير وارد على الإطلاق بالنسبة للوعي الإسلامي التقليدي الوضع تقليدي بس تتكلم حلال محمد حلال إلى يوم القيامة خلاص انتم هم هماتين بينك وبين الله من عند استعداد مولانا يقف امام كلام رسول الله يقول لا لا انا اشتبهت مولانا مع انه هذه كل هذه المقوله لا علاقه لها بنفي التاريخي بل تثبت التاريخي كما أثبتت في كتاب تاريخيه الاحكام الفقهيه مولانا مفصلا وقفت عند هذا الحديث ان شاء الله اتوفق انه هذه الابحاث اذا اطرحها تصير مقدمه للكتاب ويخرج الكتاب فالنصوص الدينية تتعالى على التاريخ في المنهج التقليدي، يعني في منهج الحوزات العلميه سنيه وشيعيه، شيعيه وسنيه، المنهج منهج ماذا؟ يقبل التاريخيه او لا يقبل؟ لا يقبل. ولكن الباحث التاريخي الحديث يثبت لنا ان القران مرتبط بظروف عصره وبيئته، ده النظريه بكره لا يقولون السيد يقررها فللشكل كانه هو جن يقبلها، لا عزيزي بالشكل الذي انا عم اقبل المنهج التاريخي ولكن بالطريقه التي اعتقدها لا بما يقول هؤلاء ولكنه انا امين على نقل عندما افسر كلماتهم لابد افسره على احسن ها احسن الوجوه مو اضعف الوجوه أي بشبه الجزيرة العربية وبخاصة منطقة الحجاز في القرن السابع الميلادي التفت فألفاظه مرجعياته الجغرافية والتاريخية تدل على ذلك يضاف إلى ذلك أن حياة النبي تبشير النبي بالدعوة معارضة أهل مكة له وما حصل من أحداث وحروب كل ذلك نجد أصداءه واضحة في القرآن هذا لا ينفي بالطبع أنه كتاب موحى من قبل الله واضح ولا؟ إذن هو مو بصدد إنكار الوحي. موحى هذا على وحي أو مستلهم على المبنى اللي أنت اختاره ولكن الوحي يتخذ في كل صيغة في كل صيغة اللغة والقوم الذي وجه الذين وُجِّه إليهم ماذا؟ هذا الوحي وهذا هو منطق منطق الخطاب لأنه أنت تريد لنفسك وللناس للناس ها؟ قل الناس اذا لابد ان تخاطب هؤلاء الناس، هذا مورد اعزائي. المورد الثاني اعزائي ايضا هشام اقول هاشم صالح في الفكر الاسلامي هذا كلمات هاشم صالح مولان. في صفحة 20 مولان يقول المقصود بالتاريخي، صفحة 20 في الهامش المقصود بالتاريخي الاصل التاريخي للتصرفات والمعطيات والحوادث التي تقدمك وكأنها تتجاوز كل زمان ومكان. وتستعصي على التاريخ لا يستطيع عقل المؤمن التقليدي أن يستوعب تاريخية الأحداث التأسيسية والشخصيات الكبرى إلى آخره يقول أنت الآن في حروب النبي صلى الله عليه وآله كثير منها لها توجيهات في القرآن أو وبينك وبين الله لو هذه الحروب ما موجودة هم كانت تنزل آيات لو ما تنزل يعني لو النبي ما مخبر زوجاته كذا لو نساء النبي كذا هم تنزل آيات لو قضية الإفك ما حادثة هم تنزل آية الإفك أو لما تنزل ما تنزل وهكذا ما أدري واضح صار ولهذا مولانا عندما يأتي مولانا علي حرب مولانا أنتوا دخلتونا هذا الباب إحنا ما كان بنا أن ندخل هذا الباب وإذا إذا, اذا هماتينا فكركم صارت بتشوش أنتوا مسؤولين أنا مو مسؤول أنا فقط دا أنقل ناقل الكفر ليس بكافر زين تعالوا الى نقد النص مولانا لعلي حرب في صفحه 65 من علي حرب يقول وعلى كل حال انما المهم الى ان يقول ذلك ان رهان ارجون الاساسي فيما يبذله من جهود فكريه متواصله هو ادخال التاريخيه الى ساحه الفكر العربي والاسلامي بكل مراحله وأطواره وبمختلف نصوصه وخطاباته بما في ذلك النص القرآني نفسه لا تقولوا لي بأن القرآن فوق شنو لا لا من هنا المكانة التي يوليها أرغون للتاريخية في تفسير كل فترة الوحي والممارسة النبوية والتاريخية ماذا تعني؟ تعني ان للاحداث والممارسات والخطابات اصلها الواقعي وحيثياتها الزمانيه والمكانيه وشروطها الماديه والدنيويه كما تعني خضوع البنى والمؤسسات والمفاهيم للتطور والتغير اي قابليتها للتحويل والصرف واعاده التوظيف واضح اعزائي تعالوا معنا اعزائي الى نصر حامد ابو زيد حتى تعرفون المشترك بين هؤلاء اعلام الفكر الحداثوي في العالم العربي ما هو؟ هذه واحده ولهذا نحن قلنا في محاضراتنا المنهج التاريخي الانسان والدين والمنهج التاريخي قلنا من اهم مقومات الحداثه الغربيه وتبعا له المحدثين العرب والاسلاميين ما هو؟ ها؟ دخول المنهج التاريخي لفهم النص الديني او القرآن. تعالوا معنا اعزائي الهي في صفحة في صفحة واحد وسبعين مولانا النص السلطة الحقيقة في صفحة واحد وسبعين التاريخية تعني الحدوث في الزمن يعني الظرف له تأثير ماذا على النص حتى لو كان هذا الزمن كذا وانها اذا التاريخيه ما هي؟ يقول هي النقطة الفارقة التي نميز فيها المطلق عن المقيد كان مطلقا فعندما يصب في لوحة التاريخ ماذا يكون مقيدا لا يمكن أن يكون مطلقا لا ما أدري واضح ولا أعزائي التفت يقول إنها التاريخية لحظة الفصل والتمييز بين الوجود المطلق المتعالي الوجود الإلهي لأنه إحنا معتقدين أن هذا القرآن نزل بتعبير العرب وبتعبير الفرس أيضا هذا نتيجة العقل الإلهي القرآن وإن كان هذا التعبير تعبير جنو ها دكتور ديناني كاتب كتاب مولانا آه. قرآن قرآن عقل الله. انت عجنه طبعا هذا خلاف التوقيفية ولكنه مقصودي وهذا التعبير مستعمل عند عند حنفي وغير حنفي العقل الإلهي يعبرون عنه، هسه مو بالضرورة الله يقعد ويفكر ويستنبط ويصيب الواقع ويغلق. لا مو هالشكل، يقول هذا نتاج ما نتاج العقل الإلهي، نتاج الفكر الإلهي، شو تسميه نتاج الفتوى الإلهية. شنو اللهم يفتي بل قل الله يفتيكم في الكلال اللهم عند فتاوى منو قال الله ما عنده فتوى من نعم انت ذهنك من تسمع الفتوى وين يروح فتوى زيد وعمرو مو شكل الفتوى معنى اللغوي له مصاديق ومن مصادقه الله المفتي النبي مفتي الائمه مفتين انا وانت شنو والطبيب مفتي والمهندس مفتي والفيزيائي مفتي على الاحوال قال إنها لحظة الفصل والتمييز بين الوجود المطلق المتعالي الوجود الإلهي والوجود المشروط الزماني اللي أنا وأنت واضح صار أعزائي هذا أمتنا أنا مورد مولانا بعد مولانا تعالوا إلى حسن حنفي مولانا التراث والتجديد حسن حنفي تراثه ضخم جدا جدا ومشاريع متعدده في ابواب مختلفه في الكلام في الفلسفه في العرفان في الاصول في الفقه في العقيده من العقيده الى الثوره خمس مجلدات مولانا وهكذا اعزائي هذا الكتاب آه يقع في 200 في 186 صفحه آه شوفوا ترجمه وتعليق وتاليف ما شاء الله مولانا تمام هو في هاي ال صفحه مولانا يقول كل مشروع ما هو في كل الابعاد اذا تطالعون هذا بدقه ها بدقه تستطيعون ان تقفون على مشروع لا اقل على اجمال مشروع منه حسن حنفي في صفحه 135 هذه عبارة التفتوا لي يقول ونصوص الوحي نشأت في الشعور في شعور الإنسان لا اقل هو المتلقي نزل به الروح الامين على ماذا على قلبك يعني ما 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 جاءت في الفضاء الطلق جاءت في من خلال قلبي انسان اما في الشعور العام الشامل وهو ذات الله وفي النتيجه اولا كان علما الهيا او لم يكن كان علما اذن هذا الشعور الالهي ثم شعور من ها النبي المتلقي ثم شعور من الصحابة الذين تلقوا عمن هذا أكو فيه إشكال مراحل الثلاث لا مراحل لا قال أو في الشعور المرسل إليه وهو شعور الرسول أو شعور المتلقي للرسالة وهو شعور الانسان العادي الذي هسه الان تفاعل نص مع من؟ ها؟ مع هذه المراحل الثلاث العلم الالهي المتلقي وهو النبي وهذا الانسان يقول هذا الانسان عندما ياتي الى رسول الله عنده مشكله، عنده حاجه، عنده سؤال فيوجهها الى رسول الله فاما يجيب رسول الله واما يسال الله وينتظر ماذا؟ قل 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 يسألونك قل يسألونك قل يسألونك كم مكان عندك في القرآن قل 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 لماذا؟ لأن السؤال منها من ممن هذا السؤال كان مرتبط بالقرن الرابع عشر الهجري لو بالقرن الأول الهجري يا هم يا سؤال سؤالك أو سؤاله جواب شنو؟ جواب القرن السابع عشر أي منطق هذا؟ خلا بدي جوابه شنو؟ بمقتضى السؤال المسكين والا يقول له انت سالت عن اليف ولكن انا دا انزل القران مرتبط البشريه فاجاوب عن جيم يقول له جزاك الله خير انا عندي مشكله بوين؟ ها آه باليف عندي مشكله تتجاوبني تجاوبني بجيم انا جزاه بجيم واضح ولا فالقران تاريخي ومو مو تاريخي شوفوا وجوه وجوم <applause> تقدرون تجاوبوا افترض واحد دخل الان عليك من المنهج التاريخي عرفت شلون؟ وقال هذا قال هذه ام أدلة؟ طبعا انا اختصرت الادله والا عشرات الادله اقاموا هؤلاء على تاريخيه شنو؟ النص القراني ساشير الى بعض المصادر تروحون تراجعون بعد وقت ما عندي اشرح الادله بس عناوين يقول وقد يشعر منه من؟ هذا المتلقي وقد يشعر بازمه فينادي على حل ثم ياتي الوحي مصدقا لما شنو طلب ومن هنا القران نزل كتابا جاهزا ل23 عام ليش 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 23 جبرائيل في مجلس واحد أليس رسول الله كان يجلس جلسة مع أمير المؤمنين يعلمه بابا من العلم ينفتح منه إيش قال جلسة ماتينة عشان يقعد أمين الوحي مع من مع رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم من باء بسم الله الرحمن الرحيم إلى تاء تمت مولانا إلى سين الناس مولانا ويضعه في قلب من قل لماذا لم لماذا؟ الجواب لأنه هذا الوحي مرتبط مو قضية نظرية مجردة وإنما مرتبطة بواقع الناس بعد مولان طبعا إن شاء الله هذه كلها أحلها بعدين إذا إذا تصبرون شوية يقول الوحي ذاته مجموعة من الآيات نزلت إبان ثلاثة 23 عاما هذا يكشف لك عن تفاعله مع ماذا؟ مع الواقع كل ايه او كل مجموعه من الايات تمثل حلا لموقف معين في الحياه اليوميه أو لفرد او لجماعه من الافراد او لامه سمها ما تشاء بعد نصوص الوحي ليست كتابا انزل مره واحده مفروضا من عقل الهي ليتقبله جميع البشر هذا تعبير عقل الله كما قلت بل مجموعة من الحلول لبعض المشكلات اليومية التي تزخر بها حياة الفرد والجماعة وكثير من هذه الحلول شنو؟ مو بعد ذلك تغيرت أصلا في عهد النبي يمشي بأي دليل؟ بدليل الناسخ والمنسوخ بدليل تدريجيه الاحكام الخمر مولانا مره واحده حرم لو تدريجيا حرم لماذا؟ سؤال لماذا؟ فيه منافع للناس واثمهما اكبر من نفعه منافع خمر منا بعدين ولا تقربوا الصلاة بعدين ها والاثم له. إلي الإمام سلام الله علية هنا بعد قال تحريم لماذا؟ لأن هذا التفاعل بين النص وبين الواقع ها المعاش يقول بل مجموعة من الحلول من لبعض المشكلات اليومية التي تسخر بها حياة وكثير من هذه الحلول قد تغيرت وتتبدل حسب التجربة على مقدار الإنسان وقدرته على التحمل وكثير من الحلول لم تكن كذلك في بادئ الأمر معطاة من الوحي بل كانت مقترحات أصلا يقول جملة من الآيات القرآنية اقتراح صدر من بعض الصحابة الآية نزلت شنو؟ كما يعتقدون أنه كثير من الآيات القرآنية نزلت على أساس اقتراح منه الخليفة الثاني عمر أليس كذلك؟ هو ما يتكلم عن الشيعة يتكلم عن الفكر الإسلامي واضح أعزائي إلى هنا هذا أعزائي راجعوا هسه الان المتلقي ما عندي شغل هذا المتلقي شنو يتلقى انتم ما تدرون هذه هذه قضيه المتلقي يعني انا وانت ها مو متلقي منه مو رسول الله لا هسه خلونا عن رسول الله المتلقي انا وانت سؤال الان اسالك بينك وبين الله انتم طلبه بعد تخلص يخلص, يخلص الايجار مالك يجي صاحب البيت يقول لك ها روح ايش قد مده؟ عشر ايام لابد وتم رجال تريد تغتسل تريد تصلي تريد كذا تقدر تبقى ولا فهناك وقعا تدخل في حزن عميق تقول له الهي هذه الهي مالتك يعني شنو؟ يعني ايها العالم الكامل لو الهي دبر لنا شنو؟ بيت يعني الله مالتك هنا شيء يساوي شنو؟ ها شنو ينتقش في ذهنك من تقول الهي آه شنو؟ حل هاي المشكله صح لو لا؟ طفل ابو خمس سنوات تقول له الله كذا كذا من يقول له عد... الله ي... ليش ما ينطيني شنو ليش ما ينطيني؟ ما ينطيني بيت لو ما ينطيني دراجه ها؟ لو لعبه مولانيه يا هو من فالله ما التشم وهكذا فلهذا هذا مفهوم الله بحسب حاجه كل فرد راح ياخذ شنو؟ شو ياخذ؟ تعالوا معنا في صفحه 113 منو؟ ليه؟ التراث والتجديد يقول فالله لفظ نعبر به عن صرخات الألم وصيحات الفرح ولهذا أنت من أجبك فرشي شو تقول الله الله إذا آلمك فرشي شو تقول إلهي وإلهي مالتك تختلف عن الإلهي الأولى صحيح ولا إذا هذه تعبر عن حالاتك شنو النفسية يقول وصيحات الفرح أي أنه مو هذا مو ملحد ها ولكن يقول هذا الله اللي انت تصور لي هذا مو الله الواقعي الله الواقعي فرد شيء ولكن انت من تتصور تتصور شنو اي انه تعبير ادبي اكثر منه وصفا لواقع لو هسه بعض لو واحد يقرا هاي العباره يقول هذا مؤمن لو ملحد مع انه مو ملحد حسن في مو ملحد يقول هذا الله اللي انت تقوله مو هذاك الله الواقع مقام الاثبات ومقام ثبوت وتعبير إنشائي أكثر منه وصفا خبرية وما زالت الإنسانية كلها تحاول البحث عن معنى لللفظ الله كم معنى أقول هذا اللفظ مصداقة والله تجد ألف معنى بعدد أنفاس الخلائق أكو معنى شنو لله بحسب احتياجاتك وكلما أمعنت البحث أمعنت يعني البشرية البحث في البحث ازدادت الاراء تشعبا وتضاربا فكل عصر يضع من روحه روح ذلك العصر ثقافته وضعه ها من روحه في اللفظ ويعطي من بنائه للمعنى وتتغير المعاني والابنيه بغير العصور والمجتمعات فالله عند الجائع هو الرغيف وعند المستعبد هو الحريه وعند المظلوم هو العدل وعند المحروم عاطفيا هو الحب وعند المكبوت هو الإشباع وعند المضطهد هكذا كذا والله في مجتمع يخرج من الخرافة هو العلم وفي مجتمع يخرج من التخلف والتقدم فإذا الله ياهو منه هذه طبيعة الإنسان ولهذا أنت تجد الله الفلاسفة غير الله منه لماذا؟ كل مؤمنين يقول لا لإنه هذا خلفية الفكرية الثقافية من يريد يصور الله شو يصور لك يا الله ها خل حسب حسب الخلفية الثقافية مالك ولهذا بئسا لكل تصوراتنا عن الله لماذا لأن الله الواقع شيء ويكون في علمكم احنا تكليفنا مو الله الواقعي تكليفنا الذي لابد ان نؤمن به هو ماذا؟ مقام الاله المعتقد رحمه الله على الشيخ الاكبر ابن عربي كل يصنع الهه بنفسه مو الاله الواقعي ذاك مو يصنع الاله الواقعي يعني الاله الذي يعتقد به من يصنعه له؟ ها؟ هو هو هو, هو يصنعه مفصلا احنا في ابحاث. بالي خلاص. هذه لهنا طبعا هذا المشروع الاعزه على الطريقه يكون في علمكم منهجي انا في المطالعه من اطالع نصر حامد ابو زيد الدراسات النقديه الاساسيه التي وجهت اليهم ايضا اذهب شنو؟ اذا اقرا الارجون اذهب ايضا لمطالعه شنو؟ نقد لا يتبادر الى ذهنكم ابدا ولهذا الان انا اشير الى بعض المصادر لنقد لا اقل ارجون اللي قلنا هو من اعلام هذا الفكر مولانا نقد التراث مولانا آه. في القراءات الارجونيه للنص القراني نقد التراث لبلقزيز هذا الرجل يجي مولانا يش يشرح اولا الأصل الأول في قراءته للنص القرآني الأصل الثاني لقراءة النص القرآني الأصل الثالث أعزائي لقراءته للنص القرآني لماذا قراءة النص القرآني ثم بعد ذلك يأتي إلى بحث مولانا مفصل خامسا نظرية نقدية إلى فكر ماذا محمد أرجو الأعزاء اللي يطالعون يقولون سيد فقط أذني هذني ما يقولون هذا مورد أعزاء هذا الكتاب مولانا الأنسنة والتأويل في فكر محمد أرجون مولانا كحيل مصطفى مولانا العزل بدون راجعه قاسم شعيب تحرير العقل الإسلامي أيضا عنده بحث مولانا عن التاريخية وكذا قراءات في مشروع محمد أرجون الفكري ندوة فكرية ونقد مولانا الدين والنص والحقيقة قراءة تحليلية في فكر محمد أرغون دكتور مصطفى الحسن مولان بعد مولان كافي ولا إذا تريدون طالعون لا تقولون بأنه سيد فقط يذكر هذا الاتجاه هذاك الاتجاه موجود ونقد مفصل أيضا موجود هسه أنت تريد تنتخب هذا الاتجاه تريد تنتخب ذاك الاتجاه أنت حر بالطريقة التي تشاؤه تعالوا معنا اعزائي طه هذا اليوم خل اقول هذا الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القران دراسه و شنو نقد تاريخيه النص القراني وركائزها عند العلمانيين من اهم اقطاب التاريخيه غربا وشرقا يذكرهم كامله هذا الكتاب بعد ادلتهم الفصل الاول شنو؟ الفصل الثاني شنو؟ ها؟ الفصل الاول اسباب النزول، الفصل الثاني المكي والمدني الفصل الثالث شنو؟ الناسخ والمنسوخ هذه من اهم أدلة قائلين بالتاريخيه، هسه انت ناقش ناقش ما عندنا مشكله. هذا هذا اولا واهم من هذا هذا مولانا العلمانيون والقران الكريم كل هذا الكتاب شوفوا مولانا 880 صفحه مرتبط باي شيء شنو؟ اقراوا تاريخيه النص القراني يا عزيزي. كل الاعلام الذين تكلموا عن التاريخيه بشكل مفصل ياتي بها. ادلتهم، تاريخهم، وضعهم، افكارهم، كتبهم مولانا موجود. وكلها ينقدها. هسه انت تريد توافق عليه تخالف والامر اليك. وعلى هذا الاساس كتبت مولانا دراسات مفصله الان عن تاريخيه موضوعات محدده. يعني قضايا الأسرة في القرآن هل هي تاريخية أو ليست تاريخية آيات الأسرة نكاح طلاق رضاعة مواريث هاي تاريخية لو مو تاريخية هاي دراسات جامعية ده تكتب عزيزي ما أقول صحيحة ولكن ده تكتب هذه مولانا تاريخية التفسير القرآني رقم واحد قضايا الاسره واختلاف التفاسير النكاح والطلاق والرضاعه والمواريث تاليف نائله السليني الراضوي المركز الثقافي العربي انظروا ماذا تقول في اخر الكتاب نحاول من خلال هذه المسائل ان نجيب عن المرجعيه النصيه التي ولدت الحكم لماذا هذا النص لا يقول هذا الحكم يقول لان اخذت واقع معين في عصر النزول هذا مو عام ادعاؤها وان كان المفسر في استنباطه للاحكام ملتزما بالنص القراني وما هي المؤثرات الجغرافيه والعقائديه والاجتماعيه في تحويل الاحكام تقول لي سيدنا هذول كلهم لو مستشرقين لو غربيين لو متاثرين بهم ولا جبت النفد عالم من عندنا مولانا يقبل بان الواقع شنو جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم آه. هذا محمد باقر الصدر بعد عندكم شك في فقاهته و... ها المدرسه القرانيه انا مضطر كم دقيقه اقرا لكم مولانا لانه في صفحه 29 يقول عندنا تفسير تجزيئي وعندنا تفسير ماذا؟ موضوعي من أهم الفوارق الأساسية بين التفسير التجزيئي والموضوعي يقول هنا وهو أن التجزيئي لا علاقة له بالواقع الموضوعي أما الموضوعي يبدأ بحثه من أين؟ من أين عزل؟ من الواقع الموضوعي فالواقع الموضوعي من اقول واقع موضوعي يعني ثقافه عصره شروط عصره وخلفيات الفكريه تولد عنده ماذا سؤال فيذهب لمن ها شنو يذهب الى القران ليجيبه ولهذا يقول إذا كنت أن تريد أن تكون قرآنيا لابد أن تحاور القرآن لا أن تسمع من القرآن. عجيب منو أنا حتى أحاوره؟ يقول نعم لأنه أنت عندك خلفية ثقافية، فكرية، اجتماعية، سياسية فالقرآن من يجاوبك إذا جاوب هالشكل يقول له لماذا لا يكون هالشكل؟ لماذا؟ فتدخل في حوار مع ماذا؟ مع القرآن لا أن تكون مولانا جالساً أمامه كآلة التسجيل فقط هو يحشي أنت تسمعون بل يستدل اسمعوا يقول يبدأ عمله منه القائل بالتفسير الموضوعي يبدأ عمله من واقع الحياة مو من النص مو من كتاب لسان لسان العرب مولانا حتى الكلمة ومعناها وقواعد اللغة العربية من أين يبدأ؟ ها؟ من واقع الحياة، يركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة عقائدية اجتماعية كونية ويستوعب هذا السائل ويستوعب ما أثارته تجارب الإنسان الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع، يعني شنو؟ يعني يذهب وهو خالي الذهن، نوع ممتلئ الذهن ممتلئ الذهن، بماذا ممتلئ الذهن؟ بكل العلوم الإنسانية والعلمية لعصره ثم ماذا؟ ثم يسأل القرآن ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع وما قدمه الفكر الإنساني من حلول وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ ثم يأخذ النص القرآني ثم عند ذلك بعد أن جاء وهو جنو بلا نظارة لو مع النظارة مولانا ها يا نظارة مولانا يا نظارة نظارة العلوم الدينية لو الإنسانية الحديثة نظارة فقط ما قاله الرواية قالت الأرض مسطحة تقول له العلوم الطبيعية تقول كروية يقول مشتبهين آية الرواية ايش تقول يأخذ العلوم الطبيعية هذا هذا المبنى يأخذ العلوم الطبيعية بعد مولانا فيأتي إلى النص القرآني التفت لا حتى ماذا يفعل لا ليتخذ من نفسه بالنسبة إلى النص دور المستمع والمسجل فحسب أبدا بل ماذا ها؟ بل ليطرح بين يدي النص موضوعا جاهزا مشربا إذن بعد إلى معنى الموضوعية أو ما إلى معنى بالأمس ذكرنا قلنا إلى معنى موضوعية لو ما إلى معنى ما يمكن أنت وفروضك المسبقة أنت وخلفيتك الثقافية بعد مشرّبا بعدد من الأفكار والمواقف البشرية أنتجها العقل الإنساني الذي قد يصيب وقد يخطئ ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائماً بتيار التجربة البشرية. ومن هنا كانت عمليه التفسير الموضوعي عمليه حوار مع القران الكريم واستنطاق له وليست مجرد استجابه سلبيه قال امير المؤمنين وهو يتحدث عن القران ذلك القران فاستنطقوه ولن ينطق ولكن اخبركم عنه الا ان فيه التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي فهمه للنص أنت قد تقول لا هذا مو معنى مو مهم بعد مولانا وإنما وظيفة التفسير الموضوعي وفي كل دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه فانت بخدمه القران خالد الذهن لو مملوء الذهن بيني وبين الله اذا اجيت خالد الذهن احنا قلنا بالامس تفهم شيء من القران او لا تفهم لا تفهم هذا بيودي بودي ان الاعزاء يطالعون المدرسه القرانيه صفحه من 29 الى كذا هذا واحد اثنين مولانا هذه الدكتوره بتول فاروق مولانا دراسات جامعيه هي جزاها الله خير مولانا هي اللي بعثت لنا الكتاب مولانا يعني هديه بعثت لنا الدراسه جامعيه. عنوان مهم الواقع وارتباطه بالنص، انا بودي ان العزة هم يراجعون. واللطيف ذهبت الى ماذا؟ سنه وشيعه من الاعلام امثال ابن قيم الجوزيه وغيره ان نعم نعم هؤلاء كانوا ملتفتين ان الواقع له دور ماذا؟ ها؟ في فهم الناس الواقع اصطلاحا التفت أهمية الواقع في الاستنباط الفقهي بعد مولانا هاي يعني كل الأبحاث بالإمكان الأعزاء يراجعون أنا بعد ما عندي وقت أقف ولا كل واحد من الذين يريد مولانا بعد مولانا آه. بعد معرفة الواقع وحجيته في فهم ماذا في فهم النص الديني بعد مولانا وما شاء الله هذا من المورد الثاني المورد الثالث مولانا وانصر. اه هذا. هذا الرجل الدكتور احمد الريسوني يقول الاجتهاد الحقيقي له اركان ثلاثه النص الواقع المصلحه صحيح ولا لا؟ الان الحمد لله رب العالمين هذا نظام الجمهوريه الاسلاميه مولانا يمكنه اسلامي لو غير اسلامي؟ اسلامي على أي أسس يقوم؟ على ثلاثة أسس مولانا نص يقول المرجعية للقرآن وللرواية بحسب الدستور بعد شو تشخيص مصلحته نظام يعني شنو؟ المصلحة ثلاثة شنو؟ الواقع بعد. بعد. النص الواقع المصلحة عد بينك وبين الله بعد تقعد ببيتك وتغلق الباب عليك بعد أنت تقدر تصير مجتهد لو ما تقدر لا هذا اجتهاد ينفعك لك والله انت ما تعمل به مثل تعمل تعمل بما هو مقتضى هو الواقع هذا من اثنين هذا من كتب القيمة الى عندكم وقت الا يرد لكم عمر نوح مولانا ذاك كان يقول ذاك كان يقول بانه انا ادعو الله ثلاثة امور قال له شنو قال له اولا عمر نوح حتى اطالع ثانيا صبر ايوب ثالثا مال قارون وإلا 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 أرد أسوي مكتبه بعشرة آلاف كتاب ووين أدي مكان أنا إلا أن تقول بالمواقع وحقك أنا رأيت جملة أولئك الذين يتابعون المواقع قلت له أدري ما تتعبوا قال سيدنا والله أصلا كأنه ما أدري كذا وضعنا من نقرأ عن هالموبايل وعلى هذا ولكن سيدنا هم ما نقدر نشتري الكتاب خمسين دولار مئة دولار 70 دولار عشرين دولار إيه شلون نقدر نشتري الكتاب؟ حقا واقعا حقا الان من يقدر روحوا الى السوق مو الكتب اللي تحدث الان ألف تومان 80000 تومان سبعين ألف توما. هذا مولانا جاي كل النظريات السياسيه اللي جي وجدت في الواقع الاسلامي ها ماكو نظريات فقه الواقع في التراث السياسي الاسلامي اصلا فقه الواقع تعبير مهم فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي نماذج فقهية فلسفية اجتماعية مدحة ماهر الليثي سلسلة الفقه الاستراتيجي والكتاب يقع مولانا في 560 صفحة مولانا نقطة صار أكثر من ساعة والإخوة ما ملتفتين صار أكثر من ساعة اسمعوا لي عزا غدا من الآن فكروا لي أئمة أهل البيت سلمنا أنهم معصومون أنهم شنو؟ معصوم ما عندنا مشكلة سؤال عندما صدرت عنهم الروايات أخذوا بعين الاعتبار الواقع أم لم يأخذوا بعين الاعتبار الواقع فإن لم يأخذوا فيوجد تعارض وإن أخذوا ها؟ هذا ان شاء الله الى غد ان النصوص الوارده عن النبي الاكرم بما هي روايات والنصوص الوارده عن الائمه تاريخيه او ليست تاريخيه والحمد لله رب العالمين